بلا طول سيري الخط الساخن 71 106 111. عادة بيقولوا المكتوب بينقرا من عنوانه، بس هالمرة حاسس مش كتير ظابطة. بالفقرة التالية أضواء على مسرحية جامعية غنائية بيقدمها طلاب المسرح والفنون بالجامعة اللبنانية الأمريكية، عنوانها أحلى من الشرف ما فيش. المسرحية تقدم بعرضين فقط، 10 نيسان بحرم الجامعة بالجبال، وب 12 نيسان ببيروت. هي مزيج من الاعمال الغنائيه العالميه الكلاسيكيه من الستينات والسبعينات بخلطه غريبه عجيبه يبدو مع اعمال لزياد الرحباني. بنشوف مشاهد سريعه. بصرنا نحكي عن أحلى من الشرف ما فيش، أو Alternative Facts، مع مخرج المسرحية أستاذ مادة الموسيقى بالجامعة اللبنانية الأمريكية دكتور عمر سليم. أهلا وسهلا فيك. أهلا بيك. قبل ما ينزل المشاهدين خليني أقول أنه أنت من مصر، أنت مصري مشان هيك رح يسمعوك عم تحكي باللهجة المصرية. صار لك فقط 7 أشهر ببيروت، درست 9 سنين بنيويورك الموسيقى، ومن نيويورك جيت على بيروت. أول شيء كيف شايف بيروت؟ كيف شايف الطلاب؟ وخبرنا عن المسرحية. بيروت جميلة طبعا، زيها زي اسكندرية كده في مصر. الناس اللي دايما بتعيش على مدن، بتعيش في مدن عليها على البحر، دايما عندهم نفس الاتيتيود المحب للحياة. انت من الاسكندرية؟ انا من القاهرة، بس اسكندرية كانت البريك بتاعي. نعم. الطلاب في الايو يعني هايلين جدا، ما عندناش اي مشكلة في المواهب الحمد لله، وهي دي دايما المشكلة في مدارس الفنون، المواهب. بس احنا ما عندناش مشكله في المواهب خالص، واحنا بنشتغل على نفسنا كويس قوي، وان شاء الله الناس هتسمع كتير جدا عن القسم بتاعنا في المستقبل القريب. هو هلا في يبدو تشديد بالليو على اسم المسرح، فاصلينه عن الكوميونيكيشن ارت؟ لا، احنا دلوقتي الكوميونيكيشن ارت ديبارتمنت فيها اربع مجالات: بيرفورمينج ارتس، الكوميونيكيشن، وبالبيرفورمينج ارتس يبدو مقويين الموسيقى. مظبوط، في البرفورمينج ارتس عندنا موسيقى، رقص، نعم، ومسرح. وانت هلا مستلم الموسيقى وعم تعطي، عم تحضر بماده الموسيقى. مظبوط، بس نعم. انا شايف ان خلاص من 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 10 سنين فاتوا ما بقاش في حاجه اسمها موسيقى لوحدها او رقص لوحده او مسرح لوحده. كل المجالات لازم تبقى مع بعض علشان نقدم حاجه تليق بالحياه اللي احنا عايشينها، نعم، وتوصل لكل الجمهور من غير فئه واحده. نعم، عم يسموها بيرفورمينج ارتس. مظبوط. يعني فنون استعراضيه. خبرنا بالزبط عن المسرحيه. احلى من الشرف مفيش ميوزيكال، انا والطلاب بتوعي حوالي 16 طالب، بقى لنا حوالي 8 اسابيع شغالين عليها. هي عباره عن عرض وجهه نظر ان مش لازم كل حاجه نشوفها نصدقها، وان في قوه خارقه دلوقتي للميديا ونشره الاخبار على الناس والاخبار اللي بتتعرض على السوشيال ميديا، وان في دول بتقوم ودول بتقع وثورات بتقوم وثورات بتفشل وانتخابات بتتزور عن طريق الاخبار. هي المسرحيه بتصير بغرفه الاخبار، بنشره اخبار عم يشتغلوها بنيوز روم، وبصيروا يغنوا بدل التقارير والاعلانات. نعم. الناس هتشوف عروض عم بيغنوا. مظبوط. عم بيغنوا اخبار؟ لا، هنشوف بقى. ما راح تبرع. طيب والاغاني اللي نقيتوها شو هي؟ في اغاني كتير انجلش وعربي، اغاني قديمه زي بيلي هوليداي سترينج فروت اللي هي كانت بتتكلم عن تعذيب الافارقه الامريكان في اوائل القرن العشرين، وان ازاي دي حاجه منسيه تماما دلوقتي من الاعلام للاسف الشديد. في اغاني بتتكلم او احنا مخلينها تتكلم عن الاقتصاد
او احنا مخلينها تتكلم عن الـ بس عم بيخبروا الاخبار من خلال الاغاني. مزبوط. يعني نشط اخبار من خلال الاغاني، وانتم عم تجربوا تقولوا انه الخبر هو يعني يجب على المشاهد ان يبحث ما وراء الخبر. مزبوط. الظروف المحيطه بالخبر هي اللي اهم من الخبر. كيف؟ فسر لي. يعني مثلا لو خدنا مثال زي الانتخابات الامريكيه الاخيره مثلا، وان ازاي الميديا او فئه من الميديا كانت دايما ضد دونالد ترامب، وهي بالطريقه دي سوقت له وخلت الناس اللي ما بتصدقش الميديا بالتالي تصدق دونالد ترامب. نعم. انت بتعتقد انه كان في مؤامره او انه كان شريك يعرف الاعلام او شريك لا يعرف؟ هو انا يعني شخص انا ضد نظريه المؤامره تماما، بس انا مع نظريه ان الاعلام فعلا عنده القوه لتاثير وتغيير و سواقه الراي العام. بس بمعرفه او من دون معرفه؟ اكيد بمعرفه. يعني مفيش بزنس ملوش اجنده. نعم. يعني هنبقى بنضحك على نفسنا لو مش فاهمين كده. بالاغاني الامريكيه اللي نقيتون داخلين بس غنيتين بالعربي؟ في اكتر من اغنيه، في حوالي اربع اغاني بالعربي. نعم. اللي هن شو؟ كلهم لزياد رحباني. كلهم؟ مظبوط. انا مش كافر، اسمع يا رضا، انفت نام، وفي اغنيه لجوليا بطرس يوما ما. اغنيه جوليا بطرس ممزوجه مع اغنيه امريكيه. نعم. حديثه. ليه نقيته زياد الرحباني ومش حدا تاني؟ هو يعني لما نتكلم عن الموسيقى والسياسه ما ينفعش ما نتكلمش عن زياد الرحباني. يعني هو اغانيه والموسيقى كانوا زي الموسيقى التصويريه لثورات كتيره. نعم. وانت بتعرفه من قبل لزياد او اكتشفته؟ انا فان، انا معجب بزياد. انا لسه مش عمري ما قابلته، بس يعني انا فاكر مثلا في غنيه عمري ما قابلته. انا فاكر مثلا ما شفته. والدي لما كان البومات زياد، يعني في فتره من فترات البومات زياد كانت ممنوعه من الدخول لمصر. فوالدي كان بيجيبها من صحابه اللي بيزوروا لبنان وتتهرب على شرايط كاسيت ونقعد نسمعها في البيت. شو اهميه زياد الرحباني؟ يعني كحدا عم بسال حدا دارس موسيقى، اذا بدنا نحط زياد الرحباني على الخريطه، لانه بتعرف هو شخصيه سجاليه بالموسيقى وبالسياسه، بس اذا بدك تدرسه ولانك انت قررت تدخله لعملك، وين بتحطه بالبازل؟ السنتر. متهيألي زياد اللي عمله مش بس الموسيقى، بس التأثير بتاع الموسيقى عبر الزمان. يعني موسيقى زياد وأفكار زياد وجرأة زياد خلت ناس تانية تبقى جريئة وتفتح الشباك ده، فتلاقي فنانين مصريين شبان ساعة 2011 مثلا في الثورة متأثرين جدا بنوع الموسيقى بتاع زياد اللي هي مش شرقية قوي. يعني زياد كان وما زال مش هقول متاثر بموسيقى الجاز، يعني انا مش شايف ان في حاجه اللي اسمها كده يعني، بس موسيقى عالميه. بالظبط. مفهومه لاي حد ممكن يسمعها، ودي حاجه بقت هي تقريبا التيمه الرئيسيه لاي موسيقى بنسمعها عربيه دلوقتي. فهو زياد دي يمكن فتح الباب ل. وانت بتعزف بيانو؟ انا مش بعزف بيانو، ما تسالنيش اعزف بيانو. لانه كان على بالي كفي اليوم هذا، عجبتني نعمل مقابله نحن مع موسيقى تصويريه. للاسف الشديد لا. بتعزف شيء او لا؟ بعزف فرنش هورن، هي آلة نفخ نحاسية. صعب علي هيدا، ما فينا نامن لك. دكتور عمر، طلاب وثقافتهم الموسيقيه كيف شايفها؟ احنا الطلاب اللي انا بتعامل معاهم ثقافتهم الموسيقيه كافيه لسنهم وخبرتهم، بس لو احنا بندور ان احنا نصنع او بلاش نصنع، ان احنا نساعد الطلاب دول لما يتخرجوا يقدروا يبقوا جزء من اي مشهد فنوني، لازم تبقى اكتر شويه. وانا كانت حاجه بس في ثقافه موسيقيه يعني بيعرفوا بالبوب اللبنانيه العربيه حتى الامريكيه او لا؟ البوب ايوه، لكن مثلا انا كنت بدرس كلاس الترم اللي فات وكنا بنتكلم عن الموسيقى اللبنانيه والموسيقى المصريه، وكنا بنتكلم عن زكي نصيف، وما لقيتش كتير عارفين مين زكي نصيف مثلا، ودي حاجه قلقاني جدا. يعني للاسف الشديد، وانا كنت واحد منهم وانا في سنهم، احنا دايما بنحس ان الاخر احسن. نعم. بدون معرفتنا احنا شخصيا، ودي حاجه احنا بنحاول نقولها من ضمن في ضمن العرض برضو، ان علشان نعرف احنا عشان نعرف الفرق بيننا وبين حد، لازم نعرف ايه وجوه المقارنه، لازم نعرف نفسنا. وهيدا دوركم كجامعه ودورنا كاعلام، انه نرجع يعني هيدا التراث ما يكون شيء غريب عن عن الشباب اللي هلا بعمر 18 ل 22، خاصه بهذا الزمن اللي صار في قطع بين كل شيء، يعني اعلام تقليدي وفن تقليدي وكل شيء. اليوم ممكن انا وياك و يعني نخترعه على الطاولة وننزله على اليوتيوب كموسيقى جديدة. انتوا عاملين بس عرضين او معقول؟ عاملين بس عرضين دلوقتي. بس مش ظلم؟ والله
شوية بس في نفس الوقت هو وقت مشغول جدا في الاليو. احنا عندنا عروض تقريبا كل يوم، يعني دلوقتي في عرض رأس للدكتور نادر عساف، بعدية على طول في عرض تاني للدكتور مارتين لياتو، قبلينا كان ومجانا العرض بتاعي مجانا. العروض التانية انا مش متأكد. اذا ب10 بجبال وب12 ببيروت لكل اللي مهتمين، واساسا فيكم تطلعوا يعني على معلومات اكثر عن المسرحية على صفحات التواصل الاجتماعي. دكتور شكرا لك. شكرا لك على الاستضافة الجميلة. وانا بشوق نحضر المسرحية. شرفنا. وعم نحسها مسرحية سياسية أكثر ما هي يعني. جايز. بريك وبنرجع. إذا حابين تتعرفوا أكثر على الدكتور عامر سليم ممكن تتابعوه على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، حسابه باسم ذي عامر سليم. بعد الفاصل، أضواء على حملة التهميش مضر بالصحة بأسبوع الصحة للمثليين والمثليات وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا ببيروت، ومقابلة مع الدكتور حسن عبد الصمد. بلا طول سيري مستمر معكم مباشرة على الهواء على الرقم 01 48 48 80.